يفتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاها. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في إيد الباشا، والباشا مخ في راس أفندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس العمروزي هو اللي بعت الملط الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي الملط في السجن يمكن كفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بايديا للبوليس، وهي بصت لي مش فاهمه انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروزي وقلت له ان رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله، قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس، احنا في سوق مزاده مفتوح، واللي يدفع اكتر بيشيل. كان! كان! هقتلك يا بدران، هقتلك! نقتل اللي جواها مات من زمان، وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير! هو فين؟ هو فين الباشا عبد الرسول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا، اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعي تكوني فاكره العيال اللي بره دي هيحموكي مني، ولا الغندوره ابوكي. فوقي نفسك، انت مرات خميس افندينا. وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله، لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقول لك انت ايه؟ راسي! اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني، عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه، وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils et il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعة افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، وأعتقد إن إحنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحتن السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة إيه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر.
بس انا تعجبني الخلطه دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراوله شح على الاخر، ضربنا الخلطه دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطه ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطه دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لو مؤاخذه يعني ما تربيش زبون ليه؟ لان اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم انتوا دخلتوا السكه الصح بس لسه ما خططتوش العتبه، حبه حبه هتخطوا. ايوه يا باشا يعني حبه حبه لغايه فين؟ في بودره بيور جايه بس كانت جايه لناس تانيه غيركم، انا حرسي العطا عليكم بس دي مصلحه بروحين. بروحين؟ يعني ايه بروحين يعني ولا مؤاخذه؟ البودره دي بيور جايه على ابوها مش مخلوطه. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكان انا جايبه لسه نوفي من الصين. البودره دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحيه التانيه. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو. فهمتوا؟ فهمنا. الا فهمنا. ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذه يا باشا يعني وافندينا. افندينا مين؟ اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبه قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت وسهرك كل ليله، ايه الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي؟ انا طالقهم علشانك. علشان